طيب السلام عليكم. بسم الله. كنا لغاية المرة اللي فاتت حاطين constraint انه ال TLB at any one time تكون ال entities اللي فيها just one process لل current running اللي هي process، مش هيك؟ لكن هذا ممكن يعمل لي cost لو في process P1 كانت شغالة وفي لها بعض الانترز في الـ TLB وحصل context switching وشغلنا البروسيس اللي هو تاني P2 وبعد شوية طبعا لما اعمل context switching قلنا نعمل invalidate للانترز تبعت الـ P الاولانية، بنخلي الـ P bit بكام 0000 تمام عشان P2 يعرف يشتغل، مش هيك؟ وبينا السبب المرة اللي فاتت، ولكن لقيت لو ساب الـ P2 واشتغل على P1 مرة أخرى P1 هتبدأ تعمل مسج، مش هيك ولا؟ لو الانت ساوت ار نوت ايش فاليد، مع انه يمكن تكون التي ال بي ما كانش انتلت وكان يمكن يستفاد منها لولا انه يعني احنا عملنا لها انفاليد، مش هيك ولا؟ هذا بروبلم، مش هيك؟ نشوف كيف نحل البروبلم هذه. بنحلها بانه بنسمح للشيرنج او تي ال بي اكروس الكونت سويتشنج سويتشز، معنى فيش مانع ان يكون في التي ال بي انترز تنتمي لاكثر من ايش؟ من هو البروسيس، بس بشرط بلزمنا هاردوير سبورت زياده انه الانتر الواحده حنضيف لها حاجه بيسموها اللي هو ادرس سبيس ايدنتيفاير اسيد، ادرس سبيس ايدنتيفاير بيشبه اللي هو بروسيس ايدنتيفاير بي اللي هو اي دي، يفرق على انه الاسيد بيكون اصغر من البي اي دي، يعني تيبيكالي بيكون اسيد مثلا 8 بيتس بينما البي اي دي ممكن يكون 32 اللي هو بيتس، تمام؟ وبالتالي صار هالجيت لو عندي تي ال بي كان هذا المحتوى تبعها، لو شغال في بما انه اضفت الاسيد لاحظ هذه تي ال بي، كل سطر من هذول يعتبر 1 انتري من مين؟ من اللي هو تي ال بي. حاليا تي ال بي فيها كم انتري فاليد؟ 2 اللي هي هذه وهذه، هي فاليد بيت بواحد هنا كم؟ بواحد. تلاحظ وي بوت في تي ال بي الفيرشوال بيج نمبر والفيزيكال فريم نمبر والفاليد بيت وبروتكشن والاسيد كمان، صار هذا جديد، هذا ايش؟ جديد. هذا معناته الانتري الاولانيه هذه تبع اي بروسيس؟ نمبر واحد. والانتري هذه تبع اي بروسيس؟ نمبر اثنين. الانتري هذه اسمها لها؟ ات نوت فاليد، البيت بزيرو. تلاحظ لما يكون الفاليد بيت في الانتري الزيرو بقيه انفورميشن از ريليفنت، مش مهمه، مش هيك ولا؟ اي نعم. يعني هذا بيكون لها مينينج، لها معنى وفائده لما يكون البيت هذا بكم؟ لما يكون اللي هو بواحد. بالتالي هالجيت مش هيغلب الهاردوير او حتى السوفت وير، الهاردوير مش هيك ولا؟ لما الهاردوير يجي يعمل اكسس لل تي ال بي هيبعت الفي بي ان ويبعت كمان مين؟ الاسيد كمان. هتعمل كم انتري؟ واحده. افترض مثلا هو 10 و1 الانبوت في 10 و1 مش هيك؟ حيصير هيت، مش هيطلع هذه لان الاسيد تبعها بكام؟ اللي هو ب2. الاسيد بكام؟ اللي هو ب2. لكن لو بعت في بي ان واسيد ومش موجودين هنا بيعمل مس، مش مشكله، ماشي الحال؟ وبالتالي سمحنا، وبالتالي لقيت لو شغال في البروسيس P1 تمام وبعدين عمل سويتشنج واشتغل على الثاني بروسيس 2، راح الثاني لازم انه يحط له الانتري اللي هو هذا ورجع بعد شوي ل P1 تمام. تلاحظ لما عمل سويتشنج ما خل... البيت هذا ما لعبناش فيه، خلينا زي ما هو، مش هيك ولا؟ خلينا بواحد. وبالتالي بلاقي انت تبعته ايش؟ ستيل از فاليد. اللي بستفيد منه بيعملش ايش؟ بيعملش اللي هو مش كلفنا بس شويه هاردوير بسيط انه اضفنا ايش؟ الاسيد ايش؟ فيلد للانتري تبعت اللي هي الكاش، تبعت ايش؟ اللي هو الكاش. لكن طلع لي على سيتويشن اللي هو التالي، هاي تي ال بي اجين، تلاحظ الفيرتشوال بيج نمبر بكم؟ هنا 10 وهنا بكم؟ 50. المفروض فيش مشكله يعني بقدر افرق بينهم حتى من غير مين؟ اللي هو الاسد. بس في واحده 1 بوينت بقول لك عليها كمان، بيلزم يكون انه في السي بي يو كمان بالاضافه الاسد بيكون في الكاش، بيكون في سم اذر ريجستر في السي بي يو في رقم البروسيس الكارنت از راننج، منها بياخد مين؟ اللي هو الاسد. منها بياخد مين؟ اللي هو الاسد، تمام. وهذا طبعا اللي هي الريجستر از بريفليجد، يعني ما يقدرش يعمله الى مين؟ الى الهاردوير والاوبريتنج سيستم، الى الهاردوير والايش؟ والاوبريتنج اللي هو سيستم. طلع على السيتويشن هذا، هاي تي ال بي فيها كم انتري حاليا فاليد؟ فيها تو انترز، فيها تو ايش؟ تو انترز. يا عبد اللطيف ضب الجوال، اوكي. فيها الفي بي ان هنا بكم؟ ب 10 وهنا بكم؟ اللي هو ب 50.
تمام يعني. وكان في شركات ذيس تو انتز باي البي بي ان فقط بشكل ولا، لكن في هنا ملحوظه مش مشكله انه الفريم نمبر از ايش از ذا سيم، هذه مش بروبلم، هذه ادفانتج ميزه فائده بانه هذا بيصح بالشيرنج او الفيرتشوال بيجز. يعني رغم من هدول ار تو فيرتشوال بيجز وينتموا حتى للديفرنت اللي هي بروسيسز، الا انه فيزيكالي بالميموري ذي ار ايش ذا سيم، بيفيد بتحديد في الكود ايش شيرنج. كنا قلنا ممكن تكون تشغل على ابلكيشن مثلا على سيرفر مثلا انترنت وتشغل سم ابلكيشن تمام، ويجي زميلك يشغل نفس الابلكيشن على السيرفر، لازم نريد انه يعمل دوبليكيت يشغل نفس يعمل كوبي جديده للكود الكود لانه ما بيتغيرش، جاست ريد اكسكيوت مش هيك ولا، فممكن يعمل شيرنج لمين اللي هو للكود. تخيل مثلا لو في ات ذا سيم تايم اللي هو مشغل ابلكيشن اللي هي مثلا 100,000 واحد عبر في الكره الارضيه، لو هيعمل لكل واحد اللي هي كوبي جديده في المنيو للكود والكود تبع الابلكيشن كان كبير سم هاو، فبيكون بياخذ اللي هي بلك ميموري حجم كبير من شكوى لا مش بيلزمش الكلام هذا، وممكن البيجز تبعت الكود يعمل لهم شيرنج اكروس للبروسيسز مش شكوى لا. هذا كيف بينعكس انه الاش لما يجي يعمل زي ات مابس ذم الفيرتشوال بيج تو ذا سيم فيزيكال فريمز، بس هذا اللي بيعمل. وتالي لما تطلع على البيج تيبل على البيج تيبل تبعتهم او حتى على ال تي ال بي ممكن تلاقي انترز بالشكل هذا تمام، فهذا مش غلط تمام، هذا شيء كويس ومفيد تمام. اوكي ماشي. طيب لو تي ال بي بعت فيرتشوال ادرس للتي ال بي السي بي يو قصدي بعت للتي ال بي فيرتشوال ادرس وحصل مس، طبعا قلنا حجيبها من البيج تيبل من ميموري حطها وين في التي ال بي، اذا في انتري فاضيه بيحطها في الفاضي اي مكان فاضي اي مكان على اعتبار انها فولي اسوشيتيف. فولي ايش اسوشيتيف؟ قلنا فولي اسوشيتيف يعني ممكن يكون حتى في اي ممكن يحط الانتري في اي مكان في تي ال بي، هذا معناته فولي اسوشيتيف. لكن لو حصل انه تي ال بي كانت كلها مليانه يعني الفاليد بيس كلها بكام واحد، حيضطر يستبدل يعمل ريبليسمنت صح ولا لا؟ ايت البوينت وش تو ريبليس وش انتري تو ريبليس. طبعا المفروض اللي هو الهدف تبعه انه يعني يموز لمين للمشريت يعني يعمل ماكسمايز للهتريت مظبوط. اوكي في اكثر من طريقه لكن يمكن المشهور انه يستخدموا ليسس يوز ليسس يوز اللي هو اللي من زمان ما استخدمناهوش وي ار يوزينج ذس بوليسي ان اور لايف يعني احنا بالك زي ما قلت لكم زمان بيكون عندك اللي هو على المكتب تبعك مثلا كتب ومكتظ كتب وكوباية شاي ومش عارف ايش وشغله والجوال تبعك وشغلات، وبعدين بدك تجيب كتاب تحطه مثلا على الطاولة، اللي بيصير انك بتشيل الجوال مثلا بالك، لانه يمكن هذا احلى شيء يمكن الجوال كل شيء طلع عليه مش هذا اكثر شيء ريسك ليوز مش هيك ولا، بتلاقي الكتاب عليه غبره مش هيك ولا مش هيك مظبوط ولا عليه غبره ايش معناته؟ ريسك ليوز مش هيك ولا، في هاردوير الهاردوير غبره مش هيك ولا ايوه بكلف هاردوير يعني كيف هاو دو يو نو انه ريسك ليوز بالك، بتلاقي مثلا موروب هيك كذا ومحطوط كذا وبلغ ومقلوب او كذا وعليه عليه غبره اكثر شيء عليه غبره بتعرف انه ايش انه ليس يوز مش هيك ولا، بتشيله بتحطه عرفه تحط بداله ايش ليس الجديد تمام ولا. نفس الشيء بالنسبه لمين اللي هي للتي اللي هو البي بيشوف مين اللي هو ليس يوز وبيستبدله كيف بيعرف؟ طبعا بده كوست بضيف الانتري مثلا في العاده بيضيفه مثلا 2 بس او 3 بس تمام 2 بس او ايش او 3 بس مع كل اكشن ده تلبي الهاردوير اوتوماتيكلي بيعملها ايش بيعمل اللي هو انكريمنت للكاونتر هذا تو بيتش انكريمنت 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 معناته لما يجي يعمل ريبليسمنت بيشوف الانتري اللي الفيلد هذا اقل شيء ولا اكثر شيء اللي هي اقل شيء بيضيف لكل انتري 2 بيتش او 3 بيتش اول ما الانتري تكون فاليد اولها بيكون بس هذول بكام بصفار كل ما يعمل ريفرنس بعد كده بتكريمنس مين كل ما يعمل ريفرنس للانتر هذا بتاع تكريمنس مين اللي هو ال2 بيتس هذول باي 1
تمام، بحيث لو انتهت التي ال بي محتاج يستبدل، بيطلع على الفيلد هذا على الانتز كلهم، بيستبدل مين؟ اللي اقل واحد معناته من زمان ما عملهاش فرانسنج، معناته من زمان ما عملهاش فرانسنج، هذا معناته بده فعلا هاردوير، بده كل انت بده فيز وبده كل فيلد يكون شغال ككاونتر مش هيك ولا جوا، تمام؟ ات كوست مش هيك؟ ما اي شيء بدك سبيد وبدك برفورمانس اعلى يو هاف تو بي، ما ادري معروف يعني، تمام؟ وهذا بسموه الليست ايش اللي هو يوز، الليست ايش اللي هو يوز، تمام؟ اوكي ماشي، تمام. في بوليسي ثانيه اللي هي الراندوم، بدل الار يو بيستخدم الراندوم. ايش الراندوم؟ بيختار اللي هي عشوائيه راندوم، هذا واضح ميزته، بدوش تقريبا هاردوير مش هيك ولا، فاسهل في ناحيه هاردوير، بيكلفش اللي هو كتير، تمام؟ بيكلفش اللي هو كتير. وحتى بقول لك الراندوم مرات ما يكونش الاحسن مين من الار يو. شوف بدي لك الاكزامبل البسيط التالي، لو قال لك انا عندي لوب، لو عندي لوب في الاتريشن الواحد بيعمل اكسس لان بلس واحد بيجز، لكن التي ال بي كان فيها ايش؟ ان انترز، تمام؟ وفي الاتريشن الثاني بيعمل اكسس نفس الايش؟ الان بلس 1 بيجز. التي ال بي بتدفع كم انتري؟ طبعا في اول اتريشن كل ما عمله مش هيعبي اللي هو التي ال بي، تمام؟ ولسه الاتريشن ما خلصت، هلقيت الابيج ان بلس 1 اذا هيطبق الار يو هيضطر يشيل ال 1، يطير يشيل ايش؟ اول واحده تبعت البيج الاولانيه وحط مكانها ايش؟ تبعت الان بلس 1. خلص الاتريشن الاولانيه هي حينقل لمين؟ الاتريشن الثاني، هلقيت بده بيج 1، طب هو شال مظبوط، حيضلوا مش بعد طول الوقت، تمام؟ بس هذا نادر لما ايش؟ لما ايش اللي هو يصير، تمام؟ يعني هو الاوضح ميزه للراندوم انه من ناحيه ايش؟ هاردوير بيكون اوفر للسي بي يو للكاش ديزاين، بيكون زي ايش؟ زي هي اوفر، تمام؟ ولو انه في زي الميبز وفي ناس ثانيين بيستخدموا اللي هو الراندوم، تمام؟ اوكي البوينت في اي شيء شباب لازم تكون عارف ميزه ايش وعيب الشيء، ماشي الحال؟ شوف ايش اللي ممكن يستخدم هذا وهذا، ممكن مرات الواحد بيتحمل العيب على اعتبار في ميزه هو عاوزها، ماشي الحال؟ اوكي ماشي، ما فيش شيء تلاقيه بيرفكت 100 ايش؟ 100%، معروف في الانجينيرنج اي شيء. اوكي ماشي. وفي غيرهم مش بس التو تكنيكس اللي هم هذول. طيب بدنا نشوف اللي هو الريال تي ال بي انتري بتكون كيف شكلها في ريال اركتكشر. هنا بتكلم على الميبز اركتكشر، هذا ميبز ار 4000 اسم سي بي يو، رقم سي بي يو، وهذا التي ال بي از مانج باي الويتنج سيستم، از مانج باي ايش؟ الويتنج اللي هو سيستم، تمام؟ وفي في الميبز اركتكشر الفيرشوال ادرس كم بت؟ 32 بت، والبيجز بتكون كم؟ 4 كي بيجز، وبالتالي الاوفست تبعه في البيج كم بت بيكون؟ اللي هي 12، بضل 32 لمين؟ للفيرشوال بيج اللي هو نمبر، تمام؟ لكن اللي بيصير انه في التي ال بي بيحطش كل 20 بت على الفيرشوال بيج نمبر، فقط بحط كم؟ 19 اللي هو بت، 19 اللي هو بت، على اعتبار طلعت فعلا هي من 0 لغايه 18 في الفي بي ان، كم بت؟ 19 بت، اعتبار بيقول لك هو كيف شغال؟ على انه الادج سبيس بيقسمه نصين، تمام؟ نص بيكون البت ناحيه الشمال بزيرو، ونص ثاني بيكون بكام؟ هو بواحد، ونص بيكون اللي هو واحد، والنص نص من النصين بيكون محجوز لمين؟ للكيرنل، لمين؟ اللي هو للكيرنل، ونص ثاني لمين؟ اللي هو لليوزر. وطبعا ات اني وان تايم بيقدر يمزل يميز بين الكيرنل الكيرنل او اليوزر من المود، مش في مود اللي هي بت بيحدد، وثاني المود بت ممكن يعرف منه، بيعرف البت رقم 20 قديش رقمه مش هيك، ولا رقم 19 مش هيك، مع البت 19 هذول 19 هذول بيكمل ايش اللي عرف الكومبليت فيرشوال بيج اللي هو نمبر. بعدين بيقول لك الفيرشوال الفيزيكال فريم نمبر كم بت؟ 24 اللي هم هذول، فعلا لو عديتهم هتلاقيهم كم؟ 24. هذول اللي قريب المره ار نوت ايش؟ ار نوت يوز، ار نوت ايش؟ اللي هو مرات بيكونوا الشيء الان يوز بيخلوه فور فيوتشر ايش؟ يوسج، فور فيوتشر يوز. كارنتلي في الماشين هذه ذي ار نوت اللي هو يوز. الفريم نمبر قلنا كم بت؟ 24 بت. هذا بدي لك اللي هو كم بيج؟ 2 اس 24 4 كي بيجز، تمام؟ ال 4K 12
12 و24 36، خد 30 1 جيجا بضل 26 معناته فعلا 64 جيجا بايت. معناته الفيزيكال ميموري ممكن 8 ترافيسك مع السي بي يو، هذا قد ايش تبعها؟ 64 جيجا ايش بايت، 64 جيجا، 64 جيجا اللي هو بايت. تمام. عاملين كمان في الميبس، هذا في التي ال بي البيت مسميه جي جلوبال، هذا بيسمح بالشيرنج، بيسمح ايش بالشيرنج. وطلعت في رقم الاسد مش هيك ولا؟ بالتالي معناته هنا سامحين على انه في التي ال بي يكون انت تنتمي لاكثر من ايش من البروسيس. تمام، هذا كويس. وبيسمحوا بالشيرنج لو الجي از واحد، ساعتها لما يعمل سيرش في التي ال بي بيطلعش على مين، على الاسد، بيعرف انه الهادي از ايش is shared. It is shared. في كمان coherence bit، هذا بيفيد في الكاشينج، مش موضوعنا. coherence bit اللي هو هذا، فكيف يعمل كاشينج؟ كاشينج خلي بالك تي ال بي كاش بس غير الكاش الثاني، قلت لكم عليه قبل كده. في كاش ثاني لمين؟ للداتا وللانستراكشنز، هذه غير. تمام، اوكي ماشي. هذا كيف يعمل كاشينج؟ فيها كلام كثير طبعا، ارجعوا للاركيتكشر. تمام، طلعتوا على الديزاين تبع الكاش زي ما قلت لكم؟ ما طلعتوش، طلعوا. اوكي ماشي. طيب هذا سبب على انه ما تقولوش دائما للمدرس ما تشرحش بس 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 بكفي. ده لو مسيبكم لحالكم تقروا، عارف لما كنت قدكم؟ صدقوني من غير مبالغه، كان المدرس بالكثير بيشرح النص، كنا شغالين برضه. انا بقرا دائما من تكست بوكس، بقراش من الملازم والكلام الفاضي ولا هذا. وانا طالب وانا قدكم، الدكتور بيشرح تلت الكتاب او نصه، انا كنت بقرا كل كتاب. وانا طالب قد كل كتاب كنت بقرا البيفيس والتيبل، وكنت انس بقراها كمان، واللي على الكفر من هنا ومن هنا على القفا واللي مش على القفا بقى كنت بقرا. توقعت ايش على الكاش على الصفحه؟ لا ما مشاش على الانترنت، مش على الانترنت، عندك الويكيبيديا والانترنت في شغلات كثير. اعمل سيرش، اكتب اللي هي كاش ديزاين، تمام، حتلاقي شغلات اللي هو كثير. اوكي ماشي. في كمان اللي هو ديرتي بيت، اللي هو هذا ايش فايديته؟ ديرتي بيت قلنا اذا البيج از موديفايد بيخلي البيت هدف واحد، عشان لما الاس يكتب في الديسك يعرف مين يكتب، مش شرط يكتب كل البيج تبعت الفايل، بيكتب فقط البيج اللي ايش اللي موديفايد، وبالتالي بيوفر كثير بالانبوت اوتبوت ترافيك، بالانبوت اوتبوت ايش اللي هو ترافيك. في كمان فاليد بيت تكلمنا عليه مش هيك ولا؟ الفاليد اللي هو بيت، والبلد بيت برضه من فوائده كمان بالاضافه للي قلناه، لاحظ هذا قلنا البلد بيت غير البلد بيت تبع البيج تاون مش هيك ولا؟ لما بروسيس تكون شغاله تمام وحصلها ترمينيشن، لازم انترز تبعتها في في التي ال بي ايش يعملهم؟ يخليهم نوت فاليد، مظبوط ولا؟ خليهم ايش؟ خليهم ايش؟ انه خلي بالك حتى في ريبليسمنت هو اذا في الاول بيشوف اذا في شيء نوت فاليد بيحط مكانه، ما بيستبدلش الا اذا اذا الا الا اذا تي ال بي صارت مليان. اوكي ماشي. اوكي، في كمان اللي هو بيج ماسك بت، مش مبينه في الفيجر، بقول لك هذا بيفيد في المالتيبل بيج سايز زي ما حنشوف كمان شوي. اوكي، التي ال بيز في الميبس بقول لك بتيجي 32 وبتيجي حسب المنبر، وفي 64 اللي هو انترست، ممكن يستخدمهم اللي هي اليوزر او الاوبريتنج اللي هو سيستم. لكن اللي بيصير اللي جزء منهم بيستخدموا مين؟ اوبريتنج سيستم، وذي ار واير، يعني الاو اس بيحجز جزء منهم شو قد ايش بده، بيحط فيهم انترست ويثبتهم عليهم وايرنج. لذلك في عنده ريجستر براني اسمه واير ريجستر، اللي هو مثلا بده يحجز الاربع انترست الاولانيين، بيخلي الاربع انترست الاولانيين من الريجستر هذا بكم؟ 1 1 1 1. تمام، وبالتالي سواء الهاردوير بيعمل مانجمنت او الاوبريتنج سيستم، الاربع اجهزه هذول ارنات ايش؟ ارنات اللي هو التشينج. تمام، احنا قلنا في حياتنا مين بيعمل مانجمنت؟ الاو اس مش هيك ولا؟ في الميبس الاو اس هو بيعمل ايش؟ اللي هو المانجمنت، ذا اي واير دائما اللي هو بيضله بيفيد زي الكود تبع فاكين اللي هو التيبل مش هاندلر. تمام، مش معقول يعمل كمان مش على الهاندلر، ساعتها حيزيد الاكسس تايم على الميموري مش هيك ولا؟ لذلك الانترست تبع الهاندلر هذا ماست بي يعني اولويز اللي هو في الكاش مش هيك، فاعملهم ايش؟
وايرنج، بيربطهم بيعمل لهم ايش؟ وايرنج، بيعمل لهم ايش؟ وايرنج، عشان ما يعملش اللي هو مسز عليهم على الهذا تبع اللي هو تي بي ال اللي هو مش بما انه تي ال بي از سوفت وير مانجد السوفت وير مانجد بده الاو اس سم انستراكشنز بريفليجد مدي لك زي مثلا تي ال بي بي هذا بيعمل بروب بيعمل سيرش في تي ال بي هل الانتري الفلانيه موجوده ولا مش موجوده مرات بحب يعمل سيرش الاو اس مثلا تمام مرات اوكي ماشي هذا بسموه هذا تي ال بي ريد هذا ممكن يقرا انت سم انتري من تي ال بي هذا ممكن يعمل رايت سم انتري في التي ال بي تمام تي ال بي هذا ممكن يعمل ريبليس لسم لراندوم تلاحظ انه شغال راندوم مش شغال ايش ال ار يو لراندوم انتري بالتي ال بي بالتي ايش ال بي تمام طبعا واضح بانه انستراكشن الراندومنس مش الاو اس اللي بيعمل مين بيعمله الهاردوير نفس الانستراكشن نفس ايش الهاردوير نفس الهاردوير نفس ايش اللي هو الهاردوير طبعا اول وديس انستراكشنز ار بيبلز مش هيك ولا يعني شايف الكرن المود يعني الاو اس اليوزر كود العادي ما يقدرش يعمل وارنينج مشكله بيصير صح ولا اوكي ماشي كنا شفنا مثال على انه لو في شورت تايم الانترز اللي بدك تعملها ريفرنسك او البيجز عددها اكثر من السايز تبع التي ال بي بيصير مثل صح ولا زي المثال تبع ان بلس 1 اللي هو شو مش هيك ولا ساعتها بنقول على انه انت عمال يو ار اكسيدنج التي ال بي كفرج تمام ولا يعني بتعمل ريفرنسنج لعدد من الانترز تمام العدد تبعها اكثر من ما بتساع اللي هي تي ال بي اللي هو الكفرج اللي هو تبعها ساعتها بيبدا يعمل ايش اللي هو مشز طب كيف انك تقلل الكلام اللي هو هذا وان واي انك بقول لك البيج بدل ما اخليها 4 كي اكبر السايز تبعها زي ما هنشوف كمان شوي تمام اذا انت كبرت السايز تبعت البيج بدل 4 كي خليتها مثلا 16 كي ساعتها ستيل 16 بتا 1 انتري اللي هي في اللي هي في تي ال بي ساعتها لو التي ال بي فيها مثلا 4 انترز بيغطوا 16 بيغطوا 64 كي يختلف عن انه لو كان فيها اللي هي 4 انترز كل واحده 4 كي ساعتها بس 16 كي مش هيك ولا فيتوقع انه يقل ايش اللي هو المسج مش هيك ولا يقل ايش المسج وهذا بيستخدم على فكره بقول لك في السيستم زي داتا بيز مان سيستمز تمام لو تعمل داتا بيز يكون في تيبلز مش هيك ولا كثيرا لو التيبلز هاي تمثل مثلا على مستوى الوطن او مستوى البلد لو احنا مثلا قلنا عددنا كذا مليون وعن كل مواطن بدك انفورميشن بده في له ريكورد تمام حيكون التيبلز فيري لونج مش هيك ولا لو كانت التيبلز كلها اللي هي في بيجز كبيره بيكون المسج بتقل فعلا بيكون ايش ويوجوالي لما تعرف نفسك انت التيبلز تبعت البني ادمين بالذات الحاجات المسح والحاجات هذه بتمر على الاشي سيكونشن على اشي ايش اللي هو سيكونشال زي مثلا لو انت في بلديه كل شهر بيعمل حسابات فواتير الميه وفواتير الكهرباء يكون عنده مثلا اللي هي كذا مليون مليون كاستمر مش هيك بيقعدوا ورا بعض مش هيك ولا سيكونش واحد ورا الثاني وبالتالي بانه ورا بعض لو البيج كانت اللي هي اكبر ساعتها بدها كم 1 انتري 1 انتري في التي ال بي بالتالي كم مره هيعمل عليها مس جاست 1 مس وبقيه الانتريز بقيه البيج مش حيكون عليه مس مش هيك ولا نعم اوكي فيستفاد منه اللارج اللي هي بيج اللي هي سايزز في الداتا بيز مانج سيستمز اوكي ماشي هيك احنا بنكون خلصنا الشابتر هذا ولحتى الان بيكون حلينا ايش احنا حكايه اللي هي السبيد تقريبا حليها السبيد تقريبا ايش حليناها لكن ضل مشكله مين السايز ضل مشكله السايز كنا قلنا المثل هذا مش جيت عليه المثال احنا عارفين ولا لو انا عندي بيش وعندي سبيس العرض طبعا 32 بت ساعتها عندي 2 اس اس 32 بايس لو البيج بس 4 كي وقت الاوفست 12 مش هيك بضل عندك 20 لمين للبيش والبيج نمبر معناته عندك كم بيج 21 مليون بيج وكل بيج بدها انتري في البيج تيبل لو الانتري بس 4 بايس وتبكي اللي بتكون هكذا بتكون فعلا 4 بايس معناته بدك 4 في 1 مليون انتريز 4 وهذا استخدم كثير مش هيك ولا بدها شغل بدها سبيس وبدها كذا مش هيك اي نعم
ده ما يتقطع المانجمنت بتاع الاشي. المانجمنت مهم المانجمنت مهم ومن غيره بيصيرش الاشي، لكن برضه بدك تقلل الاوفر تبع مين؟ المانجمنت. بدك تقلل بس مش بالشكل اللي احنا بنعيشه في في في, في حياتنا. بتلاقي الاشي اللي كان بمانج باي مثلا الفور بيبل بحط 40، واخد بالك؟ مش هذا اللي بيصير. كان بمانج باي اربعه بيحط بدل 44، طبعا اوفر هيد كثير صار مش مانجمنت بشكل. صار 40 بدهم ايش؟ بدهم مانجمنت، بدهم مانجمنت. اوكي ماشي. طيب فالسايز الكبير هذا بدنا اللي هو وبالذات اذا علم احنا زي مثلا لو قلنا البروسيس مكونه من كود وهيب وستاك، المسافه بين الهيب والستاك بتكون معظمها انيوزد، صح ولا لا؟ وماخذه انتريز، يعني معظم البيج تيبل اصلا كلها ايش؟ يعني انت حاجز انتريز بس عشان البيت تبع الفاليد خليه زيرو، وبقيه الفيز ار نوت مينينجلس، مش هيك ولا؟ هذا مشكله، مش هيك ولا؟ فبدنا نعمل ريدكشن للكلام هذا على قد ما نقدر. حنشوف كيف حنطور ايش. بدا بالسلوشن الابسط، ابسط حل، قال لك ماشي استخدم بيجر تيبلز، بيجر بيجز مش تيبلز، احنا بدنا نصغر التيبلز. وبالتالي لو انت عندك 32 بيت البيج ادرس تمام، خلي البيج مثلا بدل 4 كيز 16 كيز، ساعتها عندك بدك 14 بيت للاوفست، بضل 18 لمين؟ للفي بي ان. وبالتالي صار عندك 218 انتريز، اللي هي بدل مليون انتري صار ربع مليون انتري، فرقا وفرت فعلا ثلث ارباع السايز هو البيج تيبل، مش هيك ولا؟ لو حسبتها بدل ما يلزمك 400 ميجا للبيج تيبلز فقط حيلزم كم؟ 100 ميجا. تمام، ذيس از وان سوليوشن. تمام، نعم، بزيد احتماليه الهيد زي ما قبل شوي شرحنا، بنكبر البيج بتزيد احتماليه الهيد، لانه اول مره بس بعمل اول بيج ماس بعدين بيصير مباشر. ايوه مزبوط، يعني في ادفانتج ثاني، برافو عليك، انه كمان هذا بتفيد انه بزود ايش؟ الهيت ريت، بزود الهيت ريت، مزبوط. تمام، بزود ايش؟ الهيت ريت، يو ار رايت. تمام، لكن بيعمل لك مشكله. ايش بيعمل؟ بيعمل لك اللي هو مشكله الاثنين فراجمنتيشن. تمام، هي تقولنا لو انا مستخدم 4 كي البيج والسايز المطلوب اللي هي مثلا اللي هو السايز اللي هو انا مستخدم كم كي؟ 4 كي، كويس، والمطلوب 16 كي وشوي. 16 كي وشوي بده كم بيج؟ 5. البيج الاخيره صح معظمها فاضي، صح ولا لا؟ لكن لو مستخدم 16 كي بدك كم بيج؟ بدك 2. الاخيره اللي محجوز ومش مستخدم اكثر بكثير مما لو كان ايش؟ 4. مش هيك ولا؟ بزيد انت في الحالتين دائما بيكون في فرجمنتيشن في اخر بيج، بيكون في انترنال فرجمنتيشن في اخر البيج، لكن لما تكبر البيج بيزيد. ولو تكرر هذا وعندك في اي ات اني وان تايم بيكونش جاست وان بروسيس في السيستم، بيكون عدد كبير، مش هيك ولا؟ بالتالي لما جمعته بيمكن يكون كبير. هذه مشكله، فمعناته بدنا احنا الحل هذا، بدنا حل انجع اللي هو واكفى. تمام، اوكي، لذلك حنصر على انه البيس سايز ما يكونش كبير، يكون مثلا حدود مثلا 4 كي او 8 كي مثلا. تمام، حاجه بشيء تيبيكال يقول لك بتكون كم؟ تكون 4. خلينا هذه الشيء الجانبي على جنب. قال لك حتى في المبس دي سبورت اكثر من هذا، يعني ممكن تشتغل 4 كي او على ايش؟ او على 8 كي، وحتى حاطين امكانيه ممكن ابلكيشن لو بده يطلب عن طريق سيستم كولز اللي هي بيجز لا 4 ولا 8، يطلب بيج 8 4 ميجا 4 ايش؟ هذا بيفيد بالذات في الداتا بيز مانج سيستمز الابلكيشنز هذه. تمام، بيج 4 ميجا بتنحط كونستركتيف ورا بعض في الميموري، ولا زالت بدها كم انتري؟ جاست 1 انتري. تالي واضح قديش بحجم، وهم لما عملوا فعلا الشيء هذا مش عشان على فكره اللي يوفر في حجم البيج تيبلز، عملوه عشان يوفر عشان يحسن الهيت ريت، عشان يحسن ايش؟ اللي هو الهيت ريت. تمام، لكن ات ذا سيم تايم بيحسن الهيت ريت وبيقلل في السايز تبع مين؟ البيج اللي هو تيبل، لانه ال 4 ميجا بيج بدها فقط 1 ايش؟ برضه 1 اللي هو انتري. تمام، لكن اذا هو عمل في اركتكشر سبورت لاكثر من بيج سايز، ساعتها لما تيجي تعمل ديزاين للاو اس بي يعقد الفيرشوال ميموري مانجر. تمام، لانه يتعامل مع كذا ايش؟ مع اكثر من سايز، بيتغلب الديزاين، بيتغلب اكيد اي شيء اذا اختلفت السايزز
بده مانجمنت اكثر، بده مانجمنت ايش اللي هو اكثر. اوكي ماشي، لذلك احنا حنشوف اللي هو حلول اخرى. تمام، نبدا بالحل هذا الوسطاني بيجنج ان سيجمنتيشن. اجوا هذول قالوا خلينا نعمل كومبايننج للبيجنج مع مين؟ مع السيجمنتيشن، والهدف بشكل واضح وصريح انه بده يقلل سايز تبع مين؟ اللي هو البيج اللي هو تيبلز. تمام، قال لك خذ المثال التالي، لو افترض انا للتسهيل حافترض البيج والاد سبيس عندي فقط 16 كيلو بايت عشان يعرف يعمل المثال على الورق وكذا، والبيج الواحده مثلا لو قلنا 1 ايش 1 كي، معناته عمليا هذا كم بيج؟ 16 اللي هو بيج. ولو حبيت تشوف البيج العاديه اللينير بيج تيبل، تمام، هاي اللينير بيج تيبل هي هذه. تمام، خلينا نبدا في السبيس من هنا. تمام، هاي البيج والاس سبيس اللي هو كم؟ اللي هو بيج 16 بيج. البيج الاولانيه هذه للكود وهذه للهيب، والاثنين هذول لمين؟ للستاك. لاحظ البيج الاولانيه حطتها وين؟ اللي هي في فريم رقم كم؟ 10 بيج 0. والبيج رقم 4 تبعت الهيب حطها في فريم كم؟ 23. والبيج رقم 14 او الستاك حطها وين؟ في فريم 28. وبيج 15 او الستاك حطها وين؟ فريم اللي هو 4. وبقيه اللي هو البيج هذول ار نوت يوزد. لقيت لو انا شغال بالشكل هذا اللينير، اوكي، عمليا البيج تيبل حتكون بشكل هذا. هاي الانتري الاولانيه طلعت فعلا ات از فاليد، والفريم نمبر تبعها بكام؟ ب 10. تمام، وات از فاليد هذه تاعت الكود، والبروتكشن ريد اكسكيوت، وبزن تقول لها بس ايش معناته؟ معناته موجوده وين؟ في المنوري مش في الديسك. تمام، حاليا لحتى الان المفروض انه البروسيس يعني ات كان فيت كومبليتلي في المنوري، بتنحط على بعض في المنوري، لكن ليتر اون حنعمل ريلاكسيشن ونشيل الشرط هذا. ماشي الحال؟ اوكي، لانه عمليا بالزمس تكون كلها من في المنوري، مش هيك ولا؟ بالذات لو كانت فيري فيري لارج. وطبعا اكيد بالنسبه للكود بالتحديد دائما الداتا حيكون بكام؟ لانه هذا ريد اونلي، مش هيك ولا؟ اوكي ماشي. بالنسبه للانترز الثلاثه اللي وراهم ار نوت فاليد، لكن واخدين وسع، صح ولا؟ وتلاحظ بما انه البيت هذا الزيرو بقيه الانفورميشن ار نوت امبورتنت، مالهاش مينينجلس اصلا، مالهاش معنى، مش هيك ولا؟ لانه البيت هذا بيكون مينينجفول للباقيين اذا البيت هذا بكم؟ واحد. لكن برضه ماخذين 4 بايت، برضه ماخذين ايش؟ 4 بايت. تمام، طبعا لو يكون هنا زيرو بيكون هنا مش مخزن، مش شرطه، مش هايفن، بيكون مخزن، مش هيك ولا؟ سمثينج اي ايش، مش هيك ولا؟ اوكي ماشي. الانتري هذه للهيب في فريم كم البيج تبعتها؟ 23، وتز ريد رايت لانه هيب، وبزنت في الميموري، وديرتي كان غير فيها لانه هو ليش عاملها اصلا الهيب، كان كتب. وبقيه الانترز من هنا ار ايش؟ ار نوت فاليد، مش مستخدمين اصلا. تمام، والانترز الاثنين اللي في الاخر هذول ار يوزد ار فاليد، موجودين في فريم 28 اند ايش؟ اند اللي هو 4، وريد رايت لانه ستاك بوش اند بوب، بوش اند ايش؟ يعني ريد اند ايش؟ رايت. وموجوده في الميموري حاليا في المين ميموري، موجودين وين؟ في المين ميموري. واحد ممكن يقول طب يعني بعد كده ممكن الستاك ممكن ما تكونش في الميموري، ممكن لو الستاك از فيري صارت فيري 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 لارج، ممكن لو اضطر يعمل سواب يعمل سواب بارت والستاك وديه على اللي وديه على الديسك على فكره، ممكن لو اضطر. اوكي، لو في العمق اللي تحت مش اللي قريب من الـ من الـ من التوب، لانه هو تعرف اللي هي الفيرست شو يسموها لاست، ايوه برافو عليك، لاست ان فيرست اوت، مظبوط، لاست ان فيرست اوت، مظبوط. فلو هو لو عمل مثلا ريكيرجن كتير 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 كتير، ساعتها الستاك تسوي جرو تو ماتش، مش هيك ولا؟ ساعتها ممكن تقتل الميموري ويضطر يحط بعض اجزاء من الستاك ودي عمين ودي عمين. بس في الحاله هذه لو هو بيشتغل بحكمه، اذا هيحط مش هياخد من التوب، هياخد من ايش؟ من القاع، مظبوط ولا؟ من البوتوم، ودي على مين؟ على ديسك. ماشي، اوكي. وهذا ايش؟ هذا بتهدد الديرتي، طبعا دائما حتكون ديرتي الستاك، مش هيك ولا؟ لانه ايش؟ لانه بوش اند ايش؟ اند بوب. تمام، لانه فيها بوش. تمام،
البوينت هنا انه تلاحظ الانترز اللي هم هدول ار نوت فاليد. يعني احنا السايز تبع البيج البيج تيبل هذه فيها كم انتري على بعض؟ 16. كم مستخدم فقط؟ 4 ربع، والباقي ار نوت يوز. طب هذا على 16 كي بس، ولكن هل الاج سبيس بيكون فقط 16 بيج؟ شفنا لما كنت 32 بت، لما يكون والبيج 4 كي بيكون البيج الواحده فيها 1 مليون بيجز صح. لو مستخدم 10 20 100 قول 100 انتري 100 بيج، وبقيه الانتريز ار نوت يوز. طب اذا هتخزنها سبيسز، يعني اذا هتخزن سبيس للانتريز هذول اللي نوت فاليد، ويست اوف سبيس. ما بالك لما يكون عدد كبير عدد من اللي هو البروسيسز. مشكله مش هيك ولا؟ بعد بدنا نشوف لنا طريقه مش هيك ولا؟ هذا هي بدنا نشوف لنا ايش اللي هو طريقه. ماشي الحال. بدنا نشوف ايش اللي هو طريقه. الطريقه انه هستخدم سيجمنتيشن مع مين؟ مع اللي هو البيجنج. انه الطريقه بدل ما يكون عندي 1 بيج تيبل لينر ورا بعض، هنعمل نقسم الكود لسيجمنتس. مثلا لو انا بتكلم على كود وهي بوستاك، حيكون سيجمنت للكود زي السيجمنتيشن عادي، وسيجمنت للهي وسيجمنت لمين؟ للمستك. بس السيجمنتيشن عادي كنا بنصر على انه السيجمنت على الكود يكون فعلا ورا بعض مش هيك ولا؟ كان عمل لي مشاكل مش هيك ولا؟ عمل لي اكسترنال فرجمنتيشن او الحجز اوف الفري هول، الفري هول بيغلب وقصص مش هيك ولا؟ اي نعم، لانه اللينك تبع السيجمنت كان از ايش؟ از فيريبل، از ايش؟ فيريبل. والستك الها كمان اللي هو سيجمنت. لكن هلقيت بما انه سيجمنتيشن معناته في السيجمنتيشن العادي كان في بيز وليمت مش هيك ولا؟ كان البيز في السيجمنتيشن العادي بنحط فيه عنوان مين؟ عنوان السيجمنت في الفيزيكال ميموري، والباوند او ليمت في ايش؟ في السايت تبع السيجمنت ان بايس في الميموري مش هيك ولا؟ عشان نعمل بروتكشن مش هيك؟ هلقيت برضه ستيل بدنا ايش؟ بدنا الايش اللي هو بدنا شغلتين. بدنا اول شيء بدل ما سنجل بيج تيبل لكل بروسيس، لكل سيجمنت هنعملها بيج تيبل. السيجمنت هنعملها ايش؟ والبيج، وبالتالي للهيب في سيجمنت في بيج تيبل، وللكود وللستاك، كل واحد الى بيج تيبل. والبيج تيبل هذول كلهم حيكونوا موجودين وين؟ في المين ميموري، ومش شرط ورا بعض، بيكونوا ايش؟ هم موزعين ومبعترين. تمام ولا؟ وبرضه حيكون للسيجمنت، كل سيجمنت في بيز وليمت، بس هيختلف عن البيز وليمت الاولانيين. والبيز ليمت بارت اوف مين او الميموري مانجمنت يونت. البيز في الحاله الجديده تبع السيجمنت حيشاور لعنوان البيج تيبل تبع السيجمنت في الميموري. تمام؟ لعنوان البيج تيبل تبع السيجمنت. ومن البيج تيبل تبع السيجمنت بجيب الفريم بتاع البيج مش هيك ولا؟ واضح؟ والليمت حيكون في مش اللينكث تبع السيجمنت، عدد البيجز. على البيج وين؟ في اللي هي في الميموري. عدد البيجز اللي هي ايش؟ اللي هي في الميموري. تمام؟ اوكي. طيب احنا عندي طالبات توقفت الاكزامبل هذا بده وقت. تمام؟ خلي المره الجايه ان شاء الله. ماشي الحال.